بكم أعزائي المشاهدين في حصة حلوة الأحباب. اليوم عندنا وصفة جديدة اللي يعني كما يقولوا نجريو في الأسواق ونحوسوا يعني وين راه جديد. أنا اليوم جبت لكم حلوة اللي هي جوهرة لو ديامون. نقدم لكم المقادير. عندنا 125 غرام مارغارين، عندنا 55 غرام تاع سكر ناعم، 25 غرام نشا مايزينا، مقدار معين من الفارينة، 15 غرام تاع الكاوكاو محمص ومرحي، عندنا الفانيلا، عندنا قرصة تاع الملح، عندنا نص مغرفة تاع الخميرة الكيميائية، وعندنا حبة صفار البيض. أنا هنا الأخت يعني المكونات هادو مديت يعني اون كونتيتي صغيرة، وأنا الأخت تقدر يعني البو دوبلي لي ميزور هادو. وهنايا التزيين باش لافارس تاعنا واش عندنا. عندنا الكاوكاو محمص ومرحي، كما تقدر الأخت تستعمل حاجة واحدة أخرى. يعني أنا فضلت هنايا لي كاكاوات بيان غريي مولو يمدوا لنا مذاق شباب. هذه نخلطوها مع مربى الفراولة، لا كونفيتور دو فريز، وهنا لو شوكولا باش نخدموا لي كوك تاعنا تاع لي ديامون. نبداو هنا بسم الله، نبداو بلا مارغارين، لازم تكون طريه. نضيفو عليها سكر غلاس اللي قلنا عليه 55 غرام سكر ناعم، ونخلطوهم شويه. نحضروا قلنا حبه صفار بيض، نضيفوا لها ان جون دوف، نزيدوا لها شويه في لافيتاس، ونقدروا نخدموها يعني عادي باليد ولا بالفوي. نزيدوا هنا قرصه تاع الملح، قرصه صغيره، لافاني، هنا نتحصلوا على اون كريم. نضيفوا لا مايزينا اللي قلنا عليها 25 غرام تاع النشا، ونضيفوا لي كاكاوات اللي قلنا 25 غرام تاع كاوكاو محمص ومرحي. ونقدروا نستعملوا حاجه واحده اخرى، كاين اللي ما يحبش الذوق تاع لي كاكاوات، ولكن دائما نقول كاوكاو كي يكون محمص يعني بنين. نبداو نضيفو الفارينة غير بالعقل، لا كونتيتي راهي صغيرة ما لازمش نديرو بزاف، ونضيفو لها نص مغرفة تاع الخميرة الكيميائية اون دومي كويير فوالا هكذا، ونبقاو نضيفو الفارينة غير بشوية حتى نتحصلو على اون بات سابلي يعني عادية. ما نعجنوهاش بزاف، مجرد ما تشد روحها سي بون.
هنا العجينة تاعي راهي مليحة. هكذا العجينة تاعي راهي واجدة. مهما يعني كانت الوسائل نحتاج ليدينا لازم. العجينة كما راهي تشوف الأخت راهي واجدة. الآن راح نخدمها. ناخذ هنا ان بلا، عمليه يعني عاديه، شويه تاع فرينه، ناخذ شويه منها مليحه، يعني لاباط هذه شابه. العجينة تاعنا مازال ما ارتاحتش، نروحوا لها غير بالعقل. هلا تكون شويه خشينه، واحد 3 مليمتر. نخدموا وحده ونشوفوا. هكذا ناخذوا هذا المول، فيه 5 سنتيمتر دو ديامتر، ونطبعوا حلوتنا. ناخذها ونحطها في البلا. يعني انا نفضل نخدم هكذا سيغ ان سيل بات، كي تكون لاباط ما ارتاحتش ما تساعدنيش. الطريقه اذا لاباط هذه راح نخليها بجيه، راح نكملها فيما بعد. نحيو هاد لو بابي. لاباط تاعنا رايحين نحافظوا عليها في لو بابي فيلم، ترتاح احسن، نخدموها يعني بكل سهوله. نخليوها ترتاح بجيه. هكذا هنا نقيو لو بلان دو ترافاي تاعنا.
لي صاب لي تاوعنا بعد ما سخنا لو فوغ نديروهم على درجه 150 لمده 15 دقيقه الى 20 15 الى 20 دقيقه نديروهم يطيبوا. الوقت اللي لي صابلي تاعنا راهم يطيبوا نوجدوا لو شوكولا تاعنا نديروها بطبيعه الحال تذوب على حمام مائي او بماري. فوالا هنا عندي لو شوكولا نوار وعندي لو شوكولا بلون. هنا الاخت يعني تقدر تستعمل لي كوك تاعها تخدمهم بالشوكولا نوار بوغ افوار لا كولور ولا بالشوكولا بلون، يعني هي حره. من جهه هنايا نوجدوا العقده تاعنا وهنا عندنا يعني لو ناكري باش بور لا بريونس تاع لو شوكولا. ندوبوا لو شوكولا الوقت اللي الشوكولا تاعنا راه يذوب حنا ناخذوا ليمول تاعنا كيما راهي تشوف هنا اختي المشاهده سميتها جوهره لان لا فورم دان ديامون بالكوفركل هكذا كيما راهي تشوف راهي حاجه جديده في السوق. وعني هنا الاخت تقدر يعني هي والافكار تاعها البو يعني تقدر تخدم كيما تحب هكذا. الوقت اللي الشوكولا تاعنا راه يذوب وهنا يعني ننصح الاخت المشاهده ما لازمش تستعمل لا باتا غراسي ولا يفو دي بون شوكولا والا كي تطليها يعني في لي مول هادو ما راحش دي مول لها دونك يفو دي شوكولا. بعض الاخوات تقول لك استعملت لا باتا غراسي، لا 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 باتا غراسي ما نستعملوهاش في هذا النوع تاع الحلويات. دونك لازم لك شوكولا دي شوكولا افيك ان سارتان بورسانتاج في الكاكاو دي بون شوكولا. الشوكولا تاعنا راه داب هكذا. واش ندير؟ عملية سهلة جدا هكذا يعني، ومن الأحسن تخدم هكذا بالمغرفه خير ما تخدم بالبانسو لان سييتها يعني جربتها عمليه سهله جدا هكذا يعني الاخت هكذا غير بالمغرفه صغيره تاع قهوه هكذا وتبدا تطلع لهاد لي غوبور بالعقل برك هكذا فوالا بوغ افوار لا فورم هذه تاع لو ديامون فوالا. ولا كانت ناقصه تزيد لها شويه تولتو وما لازمش ديباسي لي غوبور باسكو راح تلصق لها وما تخرج لهاش يعني شكل شباب. فوالا هاد الطريقه هكذا فوالا هكذا هاديه سا سي لا كوك هكذا راهي باينه منها هكذا. وهذا سي لو كوفيركل هذاك تاع لو ديامون نفس الشيء كيما تقدر تستعملو افيك دي شوكولا بلون. عمليه سهله. وهنا يعني امتي كونساي الاخت المشاهده لي مول هادو كي تستعملهم لازم يتغسلوا وما لازمش يعني يتخبشوا ولا وتمسحهم مليح والا كي تكون تخدم تعمرهم بلو شوكولا يفا باس دي مولي كي ما يكونش يعني مسوح مليح. فوالا هاد الطريقة عملية سهلة جدا فوالا هكذا نفس الشيء كما كتشوفي
هكذا هكذا يبانوا لي ديفو. هنا الشوكولا مازالو سخون بطبيعة الحال، هكذا نمسحوه. هكذا الان هنا اختي المشاهده انا ما حاش نكملهم، يعني عمليه سهله. قلنا لي كوك تاعنا نذوبوا شوكولا، وربما غير ما نديروا لها والو، قلت دي شوكولا لازم يكون شوكولا، تعمر لا كوك تاعها كيما راك تشوف وتحطيها في الثلاجه. وانا هنا الاخت كما راكي تشوفي راني حضرت لك حبات باش نربحوا الوقت. كما راكي تشوفي هنايا لي صابلي تاعنا راهم طابو هكذا. ناخذ ان بول وناخذ مغرفه. لو بول تاعي هنايا واش ندير فيه؟ ندير فيه هذاك الكاوكاو ولا اللوز ولا اي نوع من المكسرات اللي تحب تستعملها. نخدم ندير هكذا. وانا خديت هنايا لا كونفيتور دو فريز، ندير غير بشويه ونحرك هذه الطريقه فوالا، ونتحصل على عقده اون فارس فوالا. ناخذ لا كوك ديالي بعد ما دخلتها للثلاجه، قعدت وقت معين سويعه نص ساعه، ما حش ما تطلبش وقت. ناخذها هكذا بهذه الطريقه. واش ندير؟ ندير لها شويه تاع العقده تاع لا فارس بهذه الطريقه. سي ان بون غاتو وشباب ما حش تندمي عليه. وتزيدي له الحبه تاع الصابلي اللي درتيها. وهنا واش درت انا اختي المشاهده؟ نقدر نغطيها مثلا ندير لها لاكوك تاعها بلو شوكولا نوار ونغطيها بلو شوكولا بلون، ولا نقدر نكملها بهذه الطريقه هكذا. وانا وتحصلت يعني على لو ديامون ديالي. واش ندير له هنا؟ عفوا واش ندير؟ ندير شويه تاع لا كونفيتور باش تلصق هنايا، سينو ما حاش تشد. فوالا هكذا، فوالا هكذا بهذه الطريقه. يعني راهي عمليه سهله جدا. نعاود نقلبها بهذه الطريقه. وهنا ندير لها لو ناكريم الفوق. كاين اللي ما تحبش لو بغيون، كاين اللي يحب حاجه ناتورال، معليش ما يديرش. هذه الطريقه فوالا. واللي ما يحبش يدير يخليها دي شوكولا نوار تو كور سامبل. هذه الطريقه بوغ افوار يعني ان ديامون هكذا هكذا يعني. وهذه في اي وقت، يعني في مناسبه، في الاعياد تاعنا، خصوصا رانا في هذا الشهر المعظم نحضروا للعيد. دونك سي بيان دو بريباري دو بو اي بون غاتو بيان سور. نحطها هنايا ونجيب. انا كنت حضرت حبات هكذا. هنا نحطوا الحبات تاعنا ونضيفوا هذه الحبه هنا. هنا هذه راهي شويه بزياده فيها لو ناكري كما قلت. يعني هنايا الاخت تقدر ما دير لهاش لو ناكري، تخليها يعني
سامبل. ان شاء الله تكون يعني الحلوه هذه تكون نالت لاعجابك، لان في رمضان بعض الناس يقول لك حنا ما نحبوش لي جاتو ساك، ما نحبوش، مي كاين الناس يعني بعض المناطق يفطروا على قهوه حليب بالجاتو، يبخان ان جاتو ساك. صدقوني يعني بالك حنا نحبوا الشربه نحبوا ينسوب، مي يا دي جون يحبوا يفطروا على قهوه حليب بعد الصلاه، يريحوا شويه باش يفطروا. دونك كل واحد والعادات تاعو والتقاليد تاعو. ما بقى لي غير نقول ان شاء الله يعني الوصفه هذه تكون نالت اعجابك. صحه فطورك والى اللقاء.